يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: شخص حلف وعاهد ربه شخص حلف وعاهد ربه ألا يفعل معصية، ثم فعل هذه المعصية فيما بعد ناسياً العهد، ولم يكن يتذكر العهد في وقتها، فماذا عليه؟ إذا كان ناسياً اليمين فليس عليه شيء، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا كان ناسياً فليس عليه شيء، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم.